الحيوان وكل مخلوق بيلعب دور كتير مهم وأساسي بالحياة. كرمال هيك فقرات كتير منشوفها سوا تتعلق بالحيوانات. أنا سيم وهيدا Pet Society، دليلكن بالعالم العربي عن كل شي بيتعلق بالحيوانات. في أول فقرة Breed Profile نطلع على المواصفات الأساسية يلي بيتميز فيها بسين البنغال. بالفقرة التالية نتعرف على الكوكو الأفريكان جراي مع صاحبها دكتور إيهاب شعبان. أما بفقرة Stars and Their Pets رح نلتقي بمصمم الأزياء اللبناني العالمي عبد محفوظ. أسئلة عديدة تتعلق بصحة الحيوانات منجاوب عليها بفقرة Ask the Vet. بآخر فقرة حنتناول نصايح الغذائية المتعلقة بالحيوانات الأليفة. بسين البنغال موضوعنا لليوم. أصله ابتدى بسنة 1963 لما مربي بسينات قرر يزوج دوميستيك كات مع بسينة برية من نوع الأيجن لابرد كات وكون أول بسينة بنغال. ومعروف بشكله الوايلد والبري بجسمه الطويل والعضلي مع فرو قصير وأنعم من غير بسينات. الأشكال المختلفة من اللون أو الباترنز هي سبوتد، روزاتد وماربلد. والباترنز لهم عدة ألوان مثل بني، رمادي أو بيسموه سيلفر أو أبيض يلي هو السنو. العمر المتوقع عند البنغال هو بين 12 و16 سنة. أما طبعه لهالبسين بالإجمال هو كتير صوته عالي ليتواصل مع صاحبه وكتير ذكي لدرجة أنه إذا ما قدمنا له أتنشن وانتباه بيزهق بسرعة وبيبلش يشاغب. كرمال هيك ضروري نتفاعل معه للتحفيز الذهني لنتجنب سلوك غير مرغوب. ومع أنه ما بيحب يجلس على الحضن بيحب يشارك بكل نشاطات صاحبه، فينا أيضا مرنه يمشيه على الليش لنظهره برات البيت. مستوى نشاطه كتير عالي وعنده كتير حيوية وبيكون من أكتر البسانات الأكتف وبينطه كتير عالي. تساقط الفرع عند هالبسين هو كتير خفيف وما بيتطلب كتير تمشيط. بشكل عام هو كتير صحي ولكن بسبب التزاوج العشوائي ممكن يعانوا من مشاكل بالعيون، بالقلب وأيضا بالسلوك. زيارتنا اليوم هي عند دكتور إيهاب شعبان وبالبيت في عنده ببغاء من نوع كتير ذكي ومهضوم هو الأفريكان جراي. ولكن نقطة مهمة عن هالنوع الطير انه بيكون ملائم بس لبعض الأشخاص يلي عندهم خبرة بتربيته. هاي دكتور. هاي كيفك اليوم؟ تمام. دكتور اليوم نحن جايين لعندك من جديد بس بموضوع تاني هو هالطير الكتير مهضوم اللي موجود عندك بالبيت. خبرني شوي عن كوكو. كوكو هي افريكان جراي اللي هن من اكتر انواع بيحكوا بالبارت. مهضوم كتير، بترقص، بتعمل الحركات، بتحكي اكترية الكلمات وما بتعض، منا مأزية، بتقرب على يعني أليفة. أليفة فيني أحملها، فيني غنجها، بتبوسني حتى. بتبوسك قديه؟ صار لها عندك؟ صار لها شي سنة، عمرها شي 3 سنين وشوي. عمرها 3 سنين، بعدها صغيرة. بعدها صغيرة ايه، بتعيش بقى كتير يعني ما بنعرف انه البارتس بيعيشوا حياة طويلة. ومين سميها كوكو؟ سائبت كانت مسمية قبل وقت جبتها من عند الشخص اللي هداني إياها. هو كانت أوريدي مسمية. أوريدي مسمية فخليني على اسمها ومعودة عليه كمان. هيدا خلص ما فيكم تغيروا لي. لا ما فينا. هالنوع البارتس هن معروفين كتير بمستوى ذكيهم أنه عالي نسبة لغير حيوانات وبيحكوا كتير. فخبرني شوي عن صوتها وعن تصرفاتها مع العيلة. تصرفاتها أول شيء كل شيء بينقال قدامها بينعاد، عندها الميموار تبعها كتير كبير قوية، كل شيء بينعاد قدام. يعني أمي عم تعيط لبي أو حدا أو عم تعيط لي إلي، بصير تسمع الكلمة بصير تعيدها على طول. بتعيدها وبدغري بتلقطها. يعني الحلو فيها هيدي حتى مميزة عنه أنه دغري بتلقطها خلال يومين أو أقل كمان بتلقطها. يعني اللي بينحكى بينعاد، سو ما فينا نقول أسرار حدا. لا كله بينكشف، ما في كل شيء ترجع بتعيده. تعمل صوت البوسة كمان. يلا بوس. يلا مرحبا كوكو. الأفريكان جراي مش بس بيكون من أذكى الطيور بالعالم ولكن من أذكى الحيوانات على الأرض. مستوى ذكي بيوصل لمستوى ذكاء إنسان عمره 5 سنين بس بيعيش حياة طويلة.
بيعيش 70 سنة وأكثر كأحد أفراد العائلة، فكرمال هيك أحسن أنه نعرف أو ناخد فكرة قديش عمره. كيف فينا نعرف قدي عمره؟ في طرق عدة. أولاً الطير يلي بعد منه كامل ريشه وفينا نشوف جلده على صدره أكيد بيكون عمره أقل من سنتين. العين هي طريقة تانية لنقدر نعرف فيها أو نقدر قديش عمره الطير يلي عنا. إذا كان لون عيونه كتير غامقين مثل أسود أو رمادي يعني أكيد بده يكون عمره أقل من 6 شهور. الآيرس قزحية العين عنده للطير بتصير لونها فاتحة أكتر وأكتر على عمر 3 ل 5 سنين، ساعتها بيكون وصل لمرحلة النضوج. أما لما يوصل الطير لعمر 7 سنين ساعتها بيكون صعب أنه نحدد أو نعرف قديش عمره من خلال العين. ساعتها فينا ناخده عن طبيب البيطري بيعمله فحوصات دم، ومن خلال مستوى الهرمونات والفيرتيليتي في قدر تقريبا قديش عمره الطير يلي عنا بالبيت. فقرة ستارز اند ذير باتس اليوم لقاء خاص مع مصمم الأزياء اللبناني العالمي عبد محفوظ. هاي عبد. هاي. أولا أهلا وسهلا فيك بالبرنامج. ثانيا أنا كتير متحمسة. طولت عليك مش هيك؟ طولت. ناطرتك. ونطرة... ما أنا قلت لأنه العبات الجديد هيك أحسن. خلاص. بس لو عارفين أنه بدنا نصور برا كنا صورناه هونيك. لا أنا كتير محمسة لأتعرف على بسين، كتير فخم. إمتى جبته لجيو؟ قد إيه صار له عندك؟ صاروا تقريبا 12 سنة. 12 سنة. 12 سنة جبته كان بيبي؟ اه يعني صار له عندك؟ مش أنا جبته بنتي صار بس يعني واحد من أفراد العائلة بالمية بالمية. مين سميت جيو؟ بنتي وسمت ابنها جود. نشوف قديش بيعني لي هذا الاسم، قدي قريب للعائلة. كتير هذا ما في يقلك. هلأ هو بالبدايات أنا كان تقريباً ملهي مع ابني، ملهي مع بنتي، ملهي مع كل مع الخادمة، مع الفلبينيات اللي كانوا بالبيت. أنا ما كنت كتير صراحة، بس أنه يجي نط لعندي وهيك. بس من تقريباً بدك تقولي من شي 6-7 سنين أو 5 سنين لما بنتي خطبت وحصان سافر على أمريكا صرت أنا وياه لحالنا تقريباً بالبيت. يعني صار وجوده مهم كتير بحياتك. ماكسيموم. هلأ كيف بتحس قديم أثر بحياتك وجوده معك بالبيت؟ كل شيء. يعني عندي ما عندي شيء إلا بيرحب فيك لما توصل؟ إيه ينطرني على الباب. حتى بفردان لما كنت لما يجي بالأسانسير افتح الباب لقيه واقف ورا الباب. طب هنا البريتش لونج هير معروفين كتير حنونين وبيتعلقوا بشخص واحد أكتر شيء بالعائلة، فخبرني كيف شخصيته بتتميز لجيو من هيدي الناحية؟ شوفي كنت أنا قلت لك كلمة أنا بعتبره مصلحجي، يعني اللي أول هو اللي بسينات أو النوع اللي بسينات بالأحلى هن مصلحجيين عندهم مصلحة. إندبندنت. إيه ما بعرف حسه إنه لما يكون بده بيجي، لما ما بده ولا شو ما تعملي له ما بيجي. يعني عنده بسمة مثلا بده يتغنج بده هيك. هلا أنا بالليل عادة بحس انه هو بنام تحت اجري وبحط ايده على اجري من تحت. بحس هلا بتعرفي بيحرك الواحد بالليل وهيك وبيرجع مع انه بيهرب بيرجع. بس بتحس بده كونتاكت معك؟ بقي بده اكيد بده كونتاكت معك 100%. وخبرتني تحت الهواء في صار حادثتين معه. ايه لما البنت انا بترك الخزاين بحب كثير يقعد بالخزاين، البنت قفلت الخزانه هو مش عرفته انه جوا. ده اليومين تقريبا ده اليومين جوا ده اليومين بدون أكل. انا بسألها سألتها عشية عنه حطيت أكل قالت لي ايه حطيته له. رجع مش يوم الصبح قلت لها وين أكل قالت لي لا ما شفته. كيف ما شفتي؟ دقيت للعالم كله نهارا قلت لهم أكيد بالخزين هي شوي هالخادمة الآخر وحدة كانت شوي تعبانة ماما بقى راح يمكن يا وليام مدري مين فتح. قلت لهم أكيد موجود بالخزين فتحوا الخزين. شو عرفك أنه بالخزينة؟ لأنه دائما بيقعد جوا. هيدا عادته بيقعد بخزينة تيابي إذا ما لقيته يعني بالخزينة. مالي كمان نفس الشيء بحب التياب. اي ما كتير مبعد عن الدومين. اي ما بعرف بحب التياب. لكن عبد شكرا كثير لك لوجودك معنا واكيد ناطره لقاءات ثانيه معك ومع الجيو. ثانك يو. انا بدي اقول لك انه انا حاطط له بتمنى
من كل اللي اذا بلاقوا انا حاط اسمي ورقم تليفوني في حال ضاع. هذا بيت جديد، انا عندي بلكونين صغار، بس حطيت له مثل عملت له مثل شبك. ايه بدي اياك تفرجيني عليها بعدين، لانه حاطط مثل شغله اتس فيري كات فريندلي خصوصي ليطلوا لبرا. هلا بدي اياك تفرجيني. إيه لا انا لغيتها كرماله. سام خوري معنا اليوم، رئيس تحرير لأول مجلة عن الحيوانات بلبنان والعالم العربي، Pet Talk Magazine. هاي سام. هاي سيم، كيفك؟ كويس حالك؟ تمام. خبرني شو هي Pet Talk، شو بتتضمن أو شو فينا نتوقع منها لهالمجلة؟ Pet Talk Magazine سيم تانجو. بدو أتنشن. تانجو غار هلا. إيه بدو أتنشن تانجو. Pet Talk Magazine هي أول مجلة بلبنان مثل ما قلتي، dedicated للحيوانات الأليفة. صرنا عم نصدر 9 أشهر تقريبا، أصدرنا 3 أعداد وبعد شهر وشوي نصدر العدد الرابع. الإشو نمبر 4. إشو نمبر 4. هي بتتضمن كتير سكشنز وكتير مواضيع. فيك تقول شوي عن السكشنز؟ يعني مثلا بنحكي أول شيء عن الكلاب، البسينات، الأحصنة، العصافير والسمك. بكل سبيشيز بنحكي عن بريد معينة، ديتيلد انفورميشن. عندنا سكشنز تانية لها علاقة بالبيت كير، كل شيء تيبس ونصايح لتخلي العالم تساعد العالم بحياتهم أكثر مع الحيوانات. عندنا سكشن تتعلق بالانيمال ويلفير، بمساعدة الحيوان. مثلا هلا عم نعمل كوبريشن مع انيمالز لبنان حتى تو بروموت أكثر وأكثر الأدوبشن والتسويق لقانون الوعي للوعي للعالم، يصيروا مور اوير تو فايت اجينست انيمال ابيوز، ولنساعد اكثر يصير في عنا قانون ضد هذه الشغله بالنهاية. اكيد عنا سكشن كثير كمان مهمه، هي عن الصحه وعن كل شيء له علاقه بالجود ويل بينج، الهيلث اند ويلنس تبع الحيوانات. في عنا كثير حكماء من نيويورك، من استراليا، من الكويت، فنزويلا، حتى بلبنان عنا مثلا بتعرفي دكتور ايهاب شعباني ومدهم. دكتور الياس نيكولا. صحيح. دكتور جمال خزعل، في عنا دكتور علي، دكتور درويش. دي كولابوريت معكم بالماجازين. نعم دي كولابوريت معنا، حتى دكتور جوزيف هلا هي جويند اس دكاتر بات ليتلي. سو وي هافينج ا جود تيم، حتى وي ستارتد مع سم فيت ستودنتس بي ثينك ذي ويل جراديويت سون، مثل يلدا وغير حلو. غيرهم كمان. حلو، وكمان بتشجعون هيك انه يبلشوا. اكيد اكيد. بدي اسالك شو اللي الهمك انه تبلش هالمجله، لانه هو هيدا موضوع منه كتير هين، شو الهمك؟ صح، اول شغله هو حب الشخصي للحيوانات ان جنرال ولا جاز وتانجو شفتيون ضروري. ضروري. نعم. الثاني شغله هي النقص بالكوميتمنت اللي العالم عندهم اياه بلبنان. يعني عم نشوف كتير كيسز حيوانات ان كان بسينات او كلاب بيفوتوا على البيوت بيقعدوا يومين ثلاثة أو شهر أو سنة، وللأسف بعدين أصحابهم بيتخلوا عنهم، يا بيكبون على الطريق يا بيعطون لحدا منه أهل يهتم فيهم. سو عم نواجه كتير لبنان بالأخص عم يواجه كتير مشاكل هون، وعم يكتر عدد الستري دوغز الشلترز عم يكونوا بوضع منه كتير عجاز وتانجو عم يلعبوا بده ياخد الهيدا ايه الاتنشن كله. سو في وضع شوي بمأزق نحن بنقوله النيد. كل امتى تنشر هالمجله وين في لقيه، وبدي اعرف اذا في ممبرشيب توصل على البيت؟ حاليا Pet Talk Magazine كوارترلي ماجازين، سو عم نصدرها كل 3 اشهر. اول عدد بابريل اللي كان من شهرين تقريبا بلشنا نوزعه بكل المكتبات بلبنان، بالفيرجن، بانطوان، وبكثير اكثر من 300 مكتبه انكلودينج هونيك. وهي السيزون حسب ما فهمت منك سيزون كل 3 اشهر. كل 3 اشهر. نعم. وكمان قريبا رح نبلش اليرلي سبسكريبشن، سو اني ون كان سند اس مسج اند وين وي سبسكرايب بيبل، حتى تجون على طول لعندهم على البيت. هذا بدي اسالك انه لما نتواصل معك ولا اكثر من معلومات،
المشاهدين كيف فيهم يوصلوا لك أو للمجلة؟ نعم فيهم either they can call us directly our phone number على الويب سايت www.pettalkmag.com or through our social media Facebook Pet Talk Magazine, Instagram Pet Talk Mag or Twitter Pet Talk Mag كمان لا يتواصلوا معك. سام شو في events أو مشاريع متعلقة بالماجازين؟ حالياً سيم في عنا 2 projects عم نشتغل عليهم. أول واحد هو cooperation بلشت already مع نقابة الأطباء البيطرية بلبنان. هي كمان already كان كمان عملنا the first step مع دكتور جمال خزعل هلأ مع النقيب دكتور زكي. So hopefully عم نعمل شغلة حلوة معهم وصراحة يعني النقابة عم تشتغل كتير منيح ليحسنوا كذا شغلة ليحدثوا قوانين ليحدثوا وضع أطباء so في كتير إشياء جديدة ونحن إن شاء الله ما حنكون part بهذا المشروع. تاني بروجكت هو an event, a tradition we hope to start بلبنان اسمها Take Your Dog to Work Day. Take Your Dog to Work Day. نعم. كل امتى هالنهار بيكون؟ We're planning انه يكون بجون 24 او باسبوع 24 اخر اسبوع من جون كل سنة هيدي السنة 24th of June رح يكون الهدف منه المين ريزن تبعها هي اول شيء to raise awareness على الادوبشن لانه people يلي فيهم اكيد لازم to adopt dogs or cats or pets from shelters. تاني شغلة to promote dogs in workplace لانه في كتير ما تتخيلي قد في دراسات ان كان بهارفارد ملبورن يونيفرسيتي مينيسوتا وفي كتير سوسايتيز سايكولوجيكال سوسايتيز هيومن بيهافير سوسايتيز بامريكا بيوروب عم يشوفوا قد اهميه الكلب بالانفايرمنت الشغل البنفيتس مش بس الكلب لنا كمان ونفسيا صح هذا بالمبدا هيدا البنفيت الاساسي هو لنا نحن اكزاكتلي طب شو بيصير اكزاكتلي بهالنهار بهالنهار الشركات بيسمحوا لموظفينهم يجيبوا كلابهم معهم following some code of ethics مثلا just for example اذا شخص بيخاف من كلب وانا هو موظف معي بالشركه زميلي وانا جايب الكلب معي على الشركه ما لازم افرض كلبي عليه او اجبره اذا هو ما بيحب الكلب خلص اتس فاين اي جيف هيم هيز اون بيرسونال سبيس او مثلا dog free areas like مثلا ما ناخذ الدوجز على الباثرومز اور كيتشنز اور محلات كافيتيرياز او شيء هيك في يعني سم اتكس نتبعهم بس اهم شيء الفكره to promote adoption to promote the good companionship the positive of dog companionship مع البشر وخاصة بال workplace وكمان شغلة كتير مهمة هي to fight against animal abuse لأنه عم نشوف كتير cases كمان بلبنان عالم عم تأذي الحيوانات بشكل اعتباطي ومش حلو يعني so هيدا النهار رح يفيد ليوعي العالم أو ليوعي الكالتشر بلبنان تصير more humane إنسانية أكثر لكن أنا count me in perfect حسب حسابي من هالناحية perfect لكن thank you كتير شكرا سام مرسي سيم وآخر شغلة بس بدي أقول لك إياها هيك as a conclusion حبيب كتير بس أشكر العالم يلي وقفوا معنا أولون أنت personally honestly and the crew of Pet Society تلفزيون المستقبل آمنوا بالفكرة تاني شغلة عند العالم يلي كمان عطونا ثقتهم من سمارت بونز لدكتور كلاودر لفيتا كرافت لبيتمارت دكتور جمال خزعل كمان منتوجه له بالشكر بول درغام there are so many هيك organizations and people امنوا بالمجلة وان شاء الله يا رب هيك in the future الحمد لله نكون كلنا united exactly حتى for a better society بلبنان for a more pet friendly society بلبنان so thank you للكل thank you لألك وthank you لوقتك وأكيد نرجع منشوفك بحلقات جاية perfect thank you
عندك من جديد اليوم كرمال سؤال بينطرح على طول. في واحد من الأمراض المعروفة عند البسينات هو بيكون مرض بالعيون اسمه كونجنكتيفايتس. بديك تخبرنا أول شيء شو هو هالمرض، بعدين كيف نعرف إذا مصاب البسينة، وآخر شيء هل هو بيعدي، يعني بيعدي إنسان أو غير حيوان؟ هو مرض بيصيب الجفون عند البسينات، الجفن من جوا، بيسبب له عدة أسباب، منها بكتيريا، هو التهاب بالأصل، التهاب بيسببه ممكن بكتيريا، ممكن فيروس، ممكن ألرجي، ممكن فطريات بتسببه. ببلش وبينتقل بيصير التهاب بعدين، هو بيعملوا التهاب وله عدة مسببات، في فحوصات بنعملها لنعرف شو السبب تبعه، إذا كان فيروس مثلا الهربس فيروس بيعمل كونجنكتيفايتس. هذا ما بيعدي إلا للبسينات، هذا الشيء ما بننعدي منه. لما نعرف شو السبب تبعه له بيتعالج له، في أطرات إذا كان فيروس بدنا في له سبورتينج، في له علاج إذا كان فيروس، وبالإضافة لأطرات بتنحط بالعين بيصحوا منها يعني. وهذا العلاج تبعه له بيكون لما نعرف نتأكد شو هو السبب تبعه له، المسبب تبع الالتهاب، نعمل له العلاج المناسب. يعني بيتعالج ما في مشكلة، ما في خوف. وإذا ما تعالج يعني في خطر على النظر أو حاسة النظر؟ ممكن تأثر إذا صار عنده، ممكن إذا تطور كتير بتأثر، العين ببطل يعني عم بتسكر العين من الالتهاب، من الالتهاب جلدة العين الجفون عم بسكره من الالتهاب، ممكن يبطل تأثر عليه بعدين يصير أكثر العلاج. بس العلاج ضروري أكيد، ضروري البسين بيرتاح لأنه دائما بتنزل دموع بيتوسخوا العين، صحيح لازم نهتم بالبسين دائما، لازم أكيد. فهيدي لنتأكد نصيحة كتير مهمة للمشاهدين. أوكي. Thank you. أهلا وسهلا. كتير مهم لما بدنا نختار أكل للبت تبعنا أنه نطلع وراء الأكل، إن كان كيس دراي فود أو حتى علبة ويت فود، ولنشوف ونقرأ الفود ليبل، لأنه هالفود ليبل عليها كتير معلومات غذائية، وكمان هالفود ليبل بتفسر لنا كتير عن الأكل، مثل شو موجود فيه، لأي عمر، حجم، نوع، وحتى وضعه للبت إذا كان عنده سبيشال كيس. مثلا نسبة المكونات عند أكل الجراوة والبسينات الصغار بتختلف جدا عن نسبة المكونات للكلاب والبسينات اللي هن كبار بيكونوا أو أدلتس. وكمان نسبة المكونات أو الكومبوننتس بتختلف عند أكل البتس يلي عندهم حالة خاصة. مثلا في عنا العمر الكبير يلي منه بحاجة لكتير بروتين. تاني شي في اللي عندهم طاقة أو انرجي كتير عالية وبيعوزوا نسبة بروتين أعلى وبتوصل حتى لحد 27%. بعدين في اللي عندهم وزن زايد أو overweight وبدهم توازن أكتر بالأكل. وأيضا في اللي بيعانوا من حساسية الجهاز الهضمي أو عندهم sensitivity فينا نقول. وأخيرا ومش آخرا في الكلاب يلي بيكون حجمهم عملاق مثل جريت دين أو حتى السان برنار وبيتطلبوا أقل نسبة بروتين كرمال نموهم يضلوا منتظم ويتجنبوا مشاكل بالعظام. كيف فينا نعرف نحدد ترم، حجم وعدد الوقعات بنهار للبتس؟ كتير سهلة، الأكل يلي عم نقدم له إياه عطول بيكون موجود على الكيس أو العلبة إرشادات أو جايدلاينز خصوصي لهالشي. أول ستاب لازم نعرف تقريباً قدي وزنه للبت. فينا نكون أخذناه عند الفت أو الطبيب البيطري، أو حتى فينا نحن ناخده بالبيت، بس أكيد إذا كنا نقدر نحمله للحيوان. طريقة سهلة، فينا أول شي نوقف على الميزان مع البت تبعنا ونشوف الوزن، بعدين نحطه على جنب ونشوف وزننا بدونه، ناخد وزننا مع الحيوان ومنقص منه وزننا لحالنا، وهيك بيطلع لنا وزنه للبت. وبعد ما نعرف وزنه منستشير الدليل على الكيس الأكل ومنقدم له الأكل حسب الوزن والعمر، مثلاً أدلت بيكون الكيس أدلت، بابي بيكون الكيس بابي. وإذا كان وزنه للبت بيتراوح بين 3 و 4 كيلو وعمره كبير أدلت، منقدم له وقعتين بنهار وسوا بيكون حجمهم 55 ل 70 جرام، يعني تقريباً بيطلعوا سوا قد هالكباية. البت بالأخص البسينات إذا تركنا الأكل بالصحن لمدة يوم أو أطول ما رح يأكلوا بقى، وأكيد رح يفضلوا الأكل الطازة، وكمان هو رح يخسر قيمته الغذائية وبصير ممكن يضر. كرمال هيك لما بدنا نشتري أكل ننتبه على طول الخيارات الأنسب لإلنا من ناحية حجم الأيتم. مثلا في عنا موجود كيس أو كنز كبار مثل هولي بيكونوا كبار للحجم بحال عنا أكثر من بت واحد، وفي كمان يلي حجمه متوسط
وكمان في عالم كتير صغار بحال في عنا بس بيت واحد وبدنا نخلي الأكل عنده يضله فريش. وأيضا في خيار تاني اللي هو علب الأكل خصوصي بحجم وقعة واحدة لا تسهل العملية كلها. نقطة مهمة كتير من ناحية كمية الأكل أنه لازم ننتبه لما يكون في عنا بسينة أو كلب حامل، لأنه كمية الأكل عندهم تختلف. مثلا البسينات لازم نزيد لهم تقريبا 25% أو 25% أكل عن العادة بفترة الحمل، وثلاث مرات كمية زيادة لما بتكون بفترة الرضاعة. وهيك مشاهدينا منكون ختمنا حلقة اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي قد ما أنا استمتعت بالحلقة. لمتابعة آخر أخبارنا ولكل أسئلتكم ما تنسوا تزورونا على مواقع السوشيال ميديا عبر فيسبوك، تويتر، إنستغرام و futuretvnetwork.com. أكيد فيكن ترجعوا تحضروا حلقة اليوم لما بدكن على الويب سايت والأبليكيشن طبعنا، وأنا بشوفكن المرة الجاي. باي.